نستهل النشرة من شارع لحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، حيث حاول مساء اليوم شخص مسلح الهجوم على أمنيين متمركزين في محيط وزارة الداخلية، وتم التعامل معه بإطلاق رصاصة مطاطية أصابت أحد رجليه بهدف السيطرة عليه، لينقل لاحقا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وقبل ذلك حجزت قوات الأمن بحوزته ساطورا وكذلك سكين من الحجم الكبير.